مساء الخير وافيا وصحة فطارك. وانت زاد بلال وهجر. اهلا بك وفي صحة فطارك. اهلا بكم. تفضلي. مشاهدينا الكرام اسعد الله مساكم، اهلا بكم الى الحصاد الاقتصادي. اذا يرى مجموعة من الخبراء بان العقود العرفية للعقارات الزراعية وعدم استغلال الاراضي البور من بين العراقيل التي تقف ضد تطوير النشاط الزراعي بالجزائر. تقرير لسلام دامش. الفلاحة قطاع يحتل مكانة متقدمة في سلم أولويات السياسة الاقتصادية نظرا لأهمية الزراعة كمصدر أساسي للغذاء، إلا أنه شتان بين المكانة والواقع الذي لا يخدم النشاط الزراعي بالجزائر كونها عقارات بيعت بعقود عرفية. كاين الناس ما عندهمش عقود واش يديروا؟ عقود عرفية. كي يدير عقود عقد عرفي حتى رخصة البناء ما يقدرش يديرها، يحب يستغلها كمحل اقتصادي ما يقدرش، يحب يبين باللي الرزق هذا دياله ما يقدرش. هذا اللي أطر على وزاد أطر في الميدان الزراعي، كل الأراضي حوالي 90% راحت بهذه الطريقة. كاينين المشاكل بزاف، كاينين مشاكل، كاينين حتى أرض الحكومة طاتوا الحكومة باه يخدمها ويبيعها. الوراثة شوفي نصهم اللي رامي يبيعوا فيهم، يعني مانيش نطيح أنا قال في المرأة ولا فنصهم نسى. ومن جهة أخرى يرجع أهل الاختصاص أن المشكلة الأساسي يكمن في عدم استغلال الأراضي البور. مشكل راهو في استعمال الأراضي البور. لما ننظر إلى الحبوب ولا الزراعات الواسعة تقريب 50% حتى 60% مستعملة ومزروعة سنويا، ولكن 40% هذيك اللي باقية تبقى بور ماهيش مزروعة ماهيش مستغلة من طرف الفلاحين، يستعملوها هكذا كيخليوها وينوض فيها الحشيش ويستعملوها للرعي خاصة، وهذه خسارة كبيرة لانه لما لو استعملناها راح نضربوا في 2 الانتاج الوطني. تراجع اسعار النفط في السوق الدوليه يضعنا امام خيار واحد فقط، وهو تنويع الاقتصاد نحو قطاع الفلاحه والتصدي لكل هذه العقبات.